الأستاذة الجميلة عبير فؤاد. وعبير فؤاد النهارده هي اللي هتكلمنا عن الأبراج. أهلا وسهلا بك يا عبير، نورتي. أهلا بيك، منورة يا عبير، أول مرة تنورينا في البرنامج. مبروك على البرنامج. بنشكرك وسعيدة إن أنا معاكم. نورتينا وشرفتينا وسعداء مرة تانية بنجد تحية للمشاهدين وليكي. إيه بقى قصة المريخ؟ كل الناس بقى اللي متابعة أصل المريخ دخل في الأبراج، يا خبر أبيض. شهر 11 ده فترة دخول المريخ صعب جدا للجوزاء، والأبراج تانية، والتكييف صعب جدا. احكي لنا بقى، مريخ مع تكييف صعب الحياة. طيب، واحنا المريخ ده بيقولوا عليه الكوكب الأحمر. فهو كوكب يعني في الواقع طبيعته ان هو الجو فيه برد بمناسبه التكييف. دي حقيقه. الجو فيه بارد ومليان براكين، الارض بتاعته مليانه براكين، يعني هو النار والبرد مع بعض. المريخ هو رمز لل، هو ده برج الحرب بالظبط، الحرب والحاجات الناريه. هو برج ولا هو كوكب ولا ايه؟ هو كوكب الحرب والحاجات الناريه. كوكب الحرب، وفي نفس الوقت هو كوكب الانجاز، فهو اللي بيدي للناس طاقه وحماس ويدفعهم للتقدم، وفي نفس الوقت ممكن يعمل اشتعال للغضب وللانفعالات. مصطلح يعني هو بيدي اصرار، يدي اصرار، وفي نفس الوقت ممكن يدفع الناس او يعني يسيبهم بالانفعالات الزياده. طيب، تراجع المريخ ايه تاثيره بقى على كل برج؟ لا، هو تاثيره على يعني انا هقول على الابراج اللي هتتضرر منه، لكن هو عموما على كل الابراج له تاثير عام لما بيتراجع. طب ايه الاكثر الابراج المتاثره؟ الابراج الاكثر متاثره الجوزاء، لان هو بيتراجع في الجوزاء وهيقعد فتره طويله يتراجع. مهم قوي ان الناس تعرف انه هيقعد يتراجع لغايه 12 يناير. يعني بعد السنه كمان. يعني المريخ من دلوقتي احنا كام؟ احنا دلوقتي هو بدا 30 اكتوبر 2/11. 2/11 لغايه كام؟ هو بدا من 30، من يوم لحد 13 يناير، لغايه 12 يناير. 12 يناير تراجع لكل الابراج ولا هو تاثيره بيبقى على كل الابراج؟ بيعمل حاله عامه من ايه؟ من الانفعالات الزياده. الناس بتبقى بتميل للغضب بسرعه، فلازم كلنا من كل الابراج ناخد بالنا انه احنا يعني هنبقى عندنا تسرع في الغضب خلال الفتره دي كلها. والناس اللي عايزه تبدا مشاريع جديده، هو الحقيقه وقت مش مناسب لبدايه المشاريع الجديده. يبقى نعمل توقف وسيطره وفن اداره الغضب. ال 12 برج ما لهمش مشاريع جديده، بلاش في يعني يفضل من اول 11، من اول 11 لاخر لنص 12 بلاش مشاريع جديده. طيب، يبقى الجوزاء اول حاجه متضرر، ايه الثاني؟ الجوزاء، القوس، الحوت، العذراء. العذراء الحيه المفيده. العذراء ياخدوا بالهم من حقوقهم، ما يوقعوش، بالذات العذراء ما يوقعوش مثلا اوراق، وفي نفس الوقت ياخدوا بالهم يركزوا عشان ما يقعوش في اخطاء. ده بس للعذراء. ممكن يبقى في تاخير لاعمال شويه. يعني تاجيل، حاجات تتاجل. يبقى جوزاء، قوس، حوت، عذراء، الخامس في بقى الحمل. والحمل والعقرب. العقرب ممكن يبقى عندهم ازمات ماليه، فياخدوا بالهم طول الفتره دي ما يتسرعوش يعني في قراراتهم الماليه. يناير. مع ان ده شهر العقرب. بس مع تراجع بقى المريخ جاي في منزل المال، فده ممكن مثلا لو عارضين حاجه للبيع ما تتباعش. لو بياخدوا قرار في شراء او حاجه، لازم ياخدوا بالهم ما يغامروش. يعني ده مش وقت مغامره لكل الابراج، والعقرب تحديدا. والعقرب تحديدا في الفلوس. في الفلوس. الحمل ممكن العلاقات يبقى فيها سوء تفاهم، فياخدوا بالهم ما يتسرعوش في كلامهم. يعني اذا طب والحوت؟ ما قلناش الحوت. لا، ما احنا كده قلنا كم الحوت. عندهم ممكن يبقى حاله بعد عن الاهل والقرايب، ممكن يبقى سوء، يعني ممكن يبقى عرضه لسوء تفاهم مع حد من الاهل او القرايب فينتبهوا. معنى كده ان يبقى احنا كده قلنا الابراج اللي التاثير دخول المريخ سلبي اكتر، سلبي عليهم الشهر ونص الجايين، صح؟
شهرين يعني شهر ونص شهرين و12 يوم كمان. طيب ممكن نقول ان الفتره ان احنا الفالنتاين جاي خلاص، احنا مش هتقولي لنا بقيه الابراج ايه، مش هنتكلم الشهر والشهرين دول يعني. اقول لكل الابراج لو يعني هو وقت مناسب لو عايزين تصلحوا يعني. طب مين من الابراج مثلا في الشهرين الجايين دول هيحبوا او حظهم حلو في الحب؟ لا خلينا يعني شايف المريخ، خلينا في تاثير المريخ دلوقتي. هو حاجة حتى في تاثير المريخ، لا هقول لك حاجه، المتجوزين مثلا هو عموما في العلاقات المريخ بيعمل يعني ممكن يعمل صدام، فهقول لكل الابراج ايوه حلو ده، خدوا بالكم في العلاقات العاطفيه في العلاقات الاجتماعيه، تحاولوا تكونوا لبقين صبورين. لو في علاقات بتثير غضبكم او مش ماشيه حلو يعني، خليكم حاولوا تكونوا متماسكين قدام اي استفزاز يعني. يعني خلوكم ابعد ما يكون عن الاستفزاز اللي هو ضبط النفس والانضباط والاتزان. بس عايزه اقول الحاجات الحلوه اللي ممكن تحصل في الوقت ده. يلا قول. انه وقت مناسب لو عايزين نصلح حاجه، يعني مثلا لو ناس عملت حاجات في البيت وباظت، ممكن ده وقت مناسب لاصلاحها. الحاجات الكهربائيه يعني؟ يعني لا الديكورات، اي شيء في حاجه البيت. في البيت اي حاجه عايزه تتوضب، ده وقت كويس للتصليح، بس مش لبدايه عمل، لكن لتصليح حاجه باظت او لمراجعه. طب لو تصليح علاقات وممكن يبقى محاوله لاصلاح او لرجوع لعلاقه. لا يعني مثلا لو احنا بنتكلم في الشهرين دول، لو هو اصلاح مش بدايات حاجه، ممكن نقول لو في علاقات زوجيه خناقات، ممكن الست او الراجل يبتدوا يتصالحوا، ممكن يبقى رجوع لعلاقه ثابته. رجوع لعلاقه يعني مثلا لو في لكل الابراج ولا الابراج ممكن معينة. يبقى في رغبه للرجوع كل الابراج ولا الابراج لكل الابراج لكل الابراج. طب ايه تاني مشترك بين كل الابراج؟ يعني برضو انه لو في حد عنده حلم مثلا انه كان يعمل هوايه او نشاط عايز كان بيعمله زمان وعايز يرجع يعيده، او كان بيلعب رياضه معينه وبطلها، فده وقت حلو للرجوع لنشاط او لرياضه او لهوايه كان بيعملها في وقت سابق. اذا الشهرين دول هو رجوع لحاجات كانت عندنا بنعملها ووقفنا ليها، لكن ما نبتديش حاجه من السكراتش او العلاقه فروم ذا سكراتش. لا لا يعني هو حتى اسمه تراجع يعني رجوع للماضي. اوكي. والرجوع ده احيانا بيعمل عطله، فبرضه نكون صبورين قدام اي تعطيل، ما نقابلش بقى اي تاجيل او تاخير بتذمر يعني. طيب.